بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. إخوتي في الله، مرحبا بكم أينما كنتم. معكم أخكم في الله معاذ. إن كانت هذه أول زيارة لكم على قناة في اليوتيوب، أتمنى منكم الاشتراك فيها هكذا حتى يصلكم كل ما هو جديد ومفيد إن شاء الله تعالى. إخوتي، اليوم راح نعلمكم فقط طريقة لتحافظون على حياة الفرخ من الموت. يعني في بعض الأحيان إخوتي، يعني الفراخ بعضها يكون أكبر من الآخر فيتغلب عليها ويبدأ يأكل أكثر منها، وبالتالي يعني الفراخ الكبيرة س يعني س ستتكئ ستتكئ على الفراخ الصغيرة، وبالتالي فراخ صغيرة الحجم ستموت يعني مخنوقة. لهذا واش راح نديروا إخوتي في الله لتجنب هذا المشكلة اختناق الفراخ الصغيرة؟ فمثل ما ترون إخوتي في الله، راه عندي هنا كاين 4 أو 5 فراخ، يعني كلها متكئة على شيء ما. سنرى مع بعض ما هو هذا الشيء إن شاء الله تعالى. شوفوا إخوتي في الله، في وسطهم سنضع إن شاء الله حبة تاع بيض. شوفوا إخوتي في الله، شوفوا إخوتي في الله، حبة البيض. شوفوا مليح، ها هي، يعني في وسطهم نضع حبة بيض مثل ما ترون، حبة بيض. تلك الحبة تاع البيض راح تساعدهم جميعا على الاتكاء عليها، وبالتالي لن يتكئ الفراخ كبيرة الحجم على فراخ صغيرة الحجم، وبالتالي سنخسر الفراخ تاعنا. لهذا إخوتي، دائما لما يكون عندكم عش هكذا، ضعوا وسطهم حبة بيضة، بيضة بلاستيكية، وهكذا إن شاء الله تعالى لن يموت لكم أي فرخ، يعني بالتجربة. وأسأل الله عز وجل أن يجعله عام أو موسم موفق للجميع، ورب يعاونكم ودعاءكم لنا في ظهر الغيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.